بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. أنت عزيزي طالب، أنت عزيزتي الطالبة، أنت المقبل وأنت المقبلة على البكالوريا. البكالوريا وشنو هو البكالوريا؟ البكالوريا امتحان وطني يأتي في نهاية المرحلة الثانوية، هذه كامل نعرفوها. عمليا هو مجرد امتحان عادي، يعني هو مجموعة من اختبارات في المواد اللي درستها من قبل. في البكالوريا راح توجد في ورقة الأسئلة الشيء اللي قمت بدراسته، يعني الدروس اللي قمت بدراستها طوال العام الدراسي. يعني الفرق الوحيد بين امتحان البكالوريا والامتحان العادي هو في التصحيح، أي أن الورقة تاعك سيقوم بتصحيحها أستاذ أو أساتذة ذو خبرة، رايحين يحاسبوك في التصحيح على قدر إجابة تاعك في الورقة اللي حطيتها في الورقة. أنا إذن هنا ننصحك عزيزي طالب، عزيزات الطالبة، عند الإجابة أن تقوم بالتنظيم الجيد وتقديم الإجابة بطريقتكم، بطريقة منهجية. يعني عليك قراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة، تأكد أن أسئلة البكالوريا هي أسئلة موجهة للتلميذ المتوسط في المستوى. يعني تأكد جيدا عزيزي عزيزتي أنه لا توجد أسئلة تعجيزية في البكالوريا. أول ما تبدأ به قل بسم الله وتوكل على الله، يعني كل من يتوكل على الله فهو حسبه. ادعي ربي سبحانه عز وجل في السجود، ادعيه أن ييسر لك أمرك وأن يوفقك في مراجعتك التي يكون فيها عملك هو الدراسة، وإتقانه يكون بالكد والاجتهاد دون كلل ولا ملل، وهذا بفضل الله سبحانه عز وجل. أنصحكم كذلك، أو أنصحك، أنصحك أن لا تبالغ في إجهاد نفسك في المراجعة طوال الليل. يعني أنتم تعرفوا بلي الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أحرص أن تكون المراجعة في هدوء، وعليكم بالابتعاد عن التفاهات والملهيات مثل الإكثار من البورتابل في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الليل، رؤية التلفزيون بكثرة إلى آخره من هذه الملهيات. أنصحك بأن تسطر لنفسك برنامج مراجعة، لكن عليك أن تلتزم به، يعني حاول على الأقل أن تلتزم به، أي عليك وضع خطة لاستغلال وقتك واستثماره، وأن لا تتهاون في تطبيقها. يعني هذا الخطة ما تتهاونش في تطبيقها. كما عليك أن تعود نفسك النهوض باكرا، وخاصة إذا أديت صلاة الفجر في وقتها، وخصص أوقات مراجعة في الصباح وفي المساء، يعني قم بتعديلها حسب الشعبة اللي راك فيها. يعني واحد في شعبة آداب، واحد شعبة رياضيات، واحد علوم، واحد تسير اقتصاد إلى آخره. يعني أعطي كل مادة حقها، سواء كانت هذه المادة أساسية أو ثانوية. عليك كذلك، وهذه نقطة مهمة، تحديد مواطن الضعف في المواد اللي راك تدرسها، والعمل من أجل تجاوز ذلك الضعف. وهذه نقطة مهمة، أي أثناء المراجعة عليك بتصنيف المواد إلى ثقيلة وخفيفة، يعني حسب الشعبة اللي راك فيها. مثلا ندرس الرياضيات ومعها الجغرافيا، ماشي نروح ندرس الرياضيات والعلوم الفيزيائية مع بعض في وقت واحد. هذه بالنسبة للشعب العلمية. مثلا الشعب الأدبية ندرس الفلسفة
ومعها الإنجليزية، ماشي ندرس الفلسفة والأدب العربي لأنهم مادتين ثقيلتين. بالنسبة مثلا تسير اقتصاد ندرس المحاسبة ومعها الفرنسية، ماشي ندرس المحاسبة والرياضيات في نفس الوقت، إلى آخره بالنسبة للشعب الأخرى. كذلك أعزائي عزيزي الطالب عزيزي الطالبة، إذا واجهتك صعوبات في فهم درس ولا حل تمرين من تمارين، هنا ما تترددش باش تسأل زملائك أو الأساتذة تاعك في القسم. لهذا السبب أنصحكم أعزائي بتخصيص وقت للمراجعة الجماعية، لأن المراجعة الجماعية مفيدة جدا جدا. في الوقت الذي نتكلم معكم فيه اللي نزلت فيه هذا الفيديو، وهذا بفضل الله، راكم في عطلة، يعني لحد الآن مر عليكم فصلان من السنة الدراسية، يعني ثلثي البرنامج الدراسي، يعني راكم درستوه صح ودرتوا امتحانات فيه صح. كما نعلم كلنا أن الفصل الثالث هو أقصر الفصول زمانا، وفي هذا الفصل يكثر فيه العمل، يعني رايحين واش نديروا في الفصل هذا اللي هو قصير في الزمن في الوقت، رايحين نكملوا ما تبقى من البرنامج ونقوم بالمراجعة للبكالوريا بالتوازي، يعني هنا عندنا وقت محدود. لذا يجب عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن تكون موضوعيا ومنظما. نصيحتي أخرى لك ولك، احذر أن تقع في هذا الخطأ أثناء المراجعة. وشنو هذا الخطأ؟ وهو العمل في المواد الأساسية فقط، احذر. مثلا شعبة علوم يأكد لي غير على العلوم الطبيعية، الفيزياء، الرياضيات. آداب يأكد لي على الفلسفة، الأدب، التاريخ والجغرافيا، إلى آخره من الشعوب الأخرى. يعني تأكد، يعني نحذرك أنك تعمل في المواد الأساسية فقط وتهمل المواد الثانوية. لماذا؟ لأنه قد يؤدي هذا إلى الرسوب في الامتحان. تقول لي كيف؟ حتى نعم، حتى ولو تحصلت على المعدل في المواد الأساسية، وكلنا نعلم أن النجاح يتعلق بالحصول على معدل يساوي أو أكبر من 10 بكالوريا صح، لكن إذا تحصلت على 10 فقط في المعدل ماكش راح تروح للتخصصات اللي تحبها. لكن إذا تحصلت على معدلات ممتازة في المواد الثانوية، هذه المعدلات، هذه النقط الممتازة في المواد الثانوية راهي زيادة تضاف إلى نقط معدلات المواد الأساسية، هذه راح تمكنك من الحصول على مجموع نقاط أكثر، وهذا راح يرفع من فرض تحقيق اختيارك للدراسة العليا، يعني تختار التخصص الذي تحبه، وهذا بتحصلك على معدل جيد. هذا المعدل يكون من المواد الأساسية ومن المواد الثانوية. عليك كذلك بمراجعة نتائج عملك خلال الفصلين السابقين. أنتم الآن راكم في عطلة، انتهيتم من الفصلين، إذن راجع العمل تاعك خلال الفصلين اللي جهزوا هذا، شوف روحك وراك ناقص وراك مليح وراك لا إلى آخره. وكذلك في نفس الوقت الاستعداد للفصل الثالث، لأن الفصل الثالث فيه دراسة زائد مراجعة، يعني أمرين في نفس الوقت. وكنت قلت أن هذا الفصل هو أقصر الفصول زمنا. كيفاش ندير باش نراجع؟ قم بتحضير بطاقات المراجعة. كيف هذه البطاقات تاع المراجعة؟ هذه البطاقات تاع المراجعة تعتبر ملخصات للدروس أو الوحدات،
يعني نقولوا درس الفيزياء وحده من الوحدات في الفيزياء او درس التاريخ الى اخره. من الاحسن تكون هذه الملخصات في ورقاتكم بيضاء، ومن الاحسن انها تكون من الورق المقوم. وهذا بالطبع راني نتكلم على كل المواد. قم بترتيب هذه الملخصات في نظام تسلسلي. يعني كيفاش دير؟ كل بطاقة تتضمن ملخص الدرس أو الوحدة أو الأفكار الأساسية، لكن تكون باختصار. تكون باختصار، متفاهمين؟ يعني هذا الأوراق كل مادة واش دير؟ جيب إن شوميز، إن شوميز، دير فيها هذا، في طرف لا شوميز اكتب المادة تاريخ، علوم فيزيائية، رياضيات إلى آخره. حاليا أعزائي الطلبة قالنا نقدر نقول أفريل وماي، يعني شهرين. أنا أقول لك مدة شهرين تكفيك لمراجعة جميع المواد بانتظام، يعني ما كان له تتقلق. أعزائي الطلبة، يعني الشيء اللي يجعلني نقدم لكم هذه النصائح وفي هذا الوقت بالضبط، لماذا؟ لأن مدة شهرين اللي راهي تفصلنا، يعني شهرين وشوية من مارس وشوية، هنا أنا نقول شهرين، ماي أبريل وماي، اللي راهي هذه المدة تاع شهرين اللي راهي تفصلنا عن تاريخ امتحان شهادة البكالوريا، واللي قلت هذين الشهرين هما أبريل وماي، أكد لي على أبريل وماي. يمكنكم أعزائي استغلال هذا الشهرين للتحضير بشكل جدي للامتحان، يعني لا يوجد وقت أفضل من هذا الوقت. لماذا؟ لأنه لا يمكنك نسيان ما قمت بمراجعته خلال شهرين. ما تنساش خلال شهرين، ماكش راح تنسى عندما تكون أمام البكالوريا. كذلك يمكنك تقييم مستواك من خلال هذا المراجعة، تقيم مستواك من خلال حلول البكالوريات السابقة والبكالوريات التجريبية، لأن بعض الأحيان البكالوريات التجريبية واللي راح تكون هي اختبار الفصل الثالث، بعض الأحيان هذا البكالوريا التجريبية تكون صعبة على البكالوريا. يبقى لنا ذاك الأسبوع الأول تاع جوان، في ذاك خلال هذاك الأسبوع اللي بقى، هذاك نخلوه باش تراجع نفسك وتتدارك النقائص اللي عندك، يعني في آخر لحظة يمكن هذا. وثاني كنت قلت لكم باللي الفصل الثالث هو فصل قصير جدا جدا زمان، إذن نقدر نقولوا باللي مواضيع البكالوريا راح تكون بحوالي نسبة 80% من الأسئلة تاعها، قلت 80% من أسئلة البكالوريا راح يتمحور حول دروس الفصل الأول والثاني. لماذا؟ لأن الفصل الثالث أغلب الثانويات كاين اللي ما يكملوش البرنامج، وكاين وكذلك لأن الفصل الثالث قصير جدا، لذلك نعود أن مواضيع البكالوريا راح تكون نسبة 80% الأسئلة تاعها راح تتمحور حول دروس الفصل الأول والثاني. لا يعني هذا أننا لا نراجع دروس الفصل الثالث، باش نتفاهموا صح. وأخيرا واش نقول لكم أعزائي الطلبة، عزيزي طالب، عزيزاتي الطلبة، صلي ركعتين قبل صلاة الفجر وادعي الله عز وجل بأن يعطيك القوة والعزيمة للتحضير الجيد، تأكد أن في ذلك راح يكون سر عظيم. كما أرجو أعزائي أن أكون قد وفقت في إفادتكم بنصائح هذه، ولنا بإذن الله لقاء آخر قبل الامتحان بقليل، يعني راح نتلاقاو
قلت راح نتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله إذا حيانا ربي من لك الوقت إن شاء الله. يعني قبل دخولكم على الامتحان راح نعطيكم بعض النصائح للدخول إلى الامتحان وكيفية تقديم أوراق الإجابة واجتياز الامتحان إن شاء الله بجدية وبسهولة، وهذا بفضل رب العالمين. كما يمكنكم أعزائي الطلبة إضافة بعض النصائح من خلال تعليقاتكم، ربما تفيد البعض منكم. وفي الأخير أتمنى لكم أعزائي النجاح في البكالوريا والتفوق والتميز إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.